قبل عام 1990 كانت الصرافات الآلية لا تقبل عمليات السحب بين البنوك، أي أن عملية السحب تجب أن تكون بالبطاقة المستخرجة من البنك نفسه. وكانت نقطة التحول في عام 1990، فسجلت الشبكة السعودية للمدفوعات سبان أول ظهور لها لتربط بين شبكات البنوك. وفي عام 1994 ظهرت أجهزة نقاط البيع لتسهيل العمليات المالية للمستخدمين. إنشاء الشبكة كان يهدف إلى تسهيل استخدام البطاقات المصرفية عند أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع في المتاجر، زيادة الاعتماد على المعاملات المالية الإلكترونية وتقدير استخدام النقد في متناولك كل يوم وبأي وقت. وفي عام 2008 طورنا الشبكة لتقبل معالجة عمليات البطاقات الذكية، والتي تتميز بزيادة درجة الأمان وسرعة إنجاز المعاملات. في ثواني تتم العملية المالية، وصارت نقلة بعدد نقاط البيع عند المتاجر إلى ما يزيد عن 72,000، ووصل عدد الصرافات 9,000. وفي عام 2014 سجلت الشبكة نمواً ملحوظاً، حيث وصل عدد نقاط البيع أكثر من 130,000 جهاز، ونمت شبكة الصراف الآلي وعدد أجهزتها التي تجاوزت 13,000 جهاز. حجم المتعاملين بالخدمة اليوم أكثر من 16 مليون مواطن ومقيم في المملكة، بحيث ينفذون أكثر من 125 مليون عملية مالية إلكترونية شهرياً، ما يزيد عن 2,400,000 عملية في اليوم الواحد، بقيمة إجمالية تجاوز مجموعها 737 مليار ريال سعودي. ولأن طموحنا كبير في الشبكة السعودية للمدفوعات سبان، واصلنا تطورنا لنقدم مدى بمزايا متطورة مستمرة بأمانها وثقتها وسرعتها. شبكة مدى تقدم حلول تسد احتياجاتكم لكل يوم وفي كل وقت، لتكون خيارك الأول للدفع لدى المتاجر. وبعد نريح بالك ونقول لك متاحة على نطاق المملكة، وبمزايا متعددة ومستمرة في التطور، من أهمها تسرع عملياتك الشرائية اللي تصير كل يوم، استيعاب عمليات أكثر بسبع أضعاف، بمعنى أن 125 مليون عملية في سبعة، بالإضافة ما تحتاج تسحب فلوس دام البطاقة معك. تتمتع بخدمة حصول النقد عند الشراء أو ما يسمى خدمة النقد، تستطيع الشراء عبر نقاط البيع إلى 60,000 ريال باليوم، وبعد تقدر تستفيد من العروض الحصرية والخصومات اللي تقدمها لك البنوك. مدى لكل يوم.